كون متل الدني بس كوني انتي الشام وتعلقي نص القلب عاشك الهاشامي وعاهد هادي نبض القلب توعدني وبتنام وبيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي وبيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي لو كنت انت الدني رح اكون مثل الشام بتعلق بنص القلب عاشك الهاشامي وبتعلق بنص القلب عاشك الهاشامي عاهد هدت نبض القلب توعدني وبتنام بيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي بيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي مركب حن والعشق مينا القلب مركب حن والعشق مينا ورح كون مينا الحب ترتب الأحلام رح دوزي موتار القلب تا تقدري وائل. مشان الله يا اختي مو شايفه حالتنا وكل الله لك اخي وكل الله عم نخسر يا عبير عم نخسر لا حول ولا قوه الا بالله الا الله يفرجها والله يا اختي بعرف انه الله رح يفرجها بس انا رح جن وين عم تروح المصاري انت الحق عليك ليش عم تترك ابوك لحاله بالمحل طيب شو اعمل اذا انا طول النهار عم بفتر بالسوق ابوك رجال كبير بجوز هو عم يخربط بالحسابات طيب رح امشي معك يخربط بألف ألفين مو بهيك مبلغ وائل اليوم لقيت 25 ألف ليرة أوف 25 ألف إيه أنا وفايتي عند الدهليز وينهم؟ ليكم ليكون أبوكم موقعهم الله يعطيك العافية فعلا شغل بيرفع الراس الله يخلي لي اياك يا سيادة الوزير معناته على الحكي انت خلصت يعني بيان شوية رتوش بس يوم الخميس ان شاء الله بتقدر اللجنة تجي تستلم ممتاز لانه الاحد موعد وصول الوفد وانت ما خيبت ظني يا مختار الله يقدرني ما خيب ظنك ابدا انت بتضلك كفو كفو هات من طيبك يا بي ايه عرفنا وين عم تروح المصاري شو هالحكي؟ لما اليوم لقيت 25 ألف ليرة بأرض الديار ايه وشو يعني؟ أكيد واعي منك ليكن؟ لك أبي أنا بعمري ما ضيعت مصاري بركي حدا زايرنا واعي منه والله ما بعرف هات تشوف هات سكر المحل بالحالي اللي نفهم شو القصة سكر المحل تعال جيتا أبو محمد كيفك؟
25,000 ليرة لقيتيهم بأرض الديار، شلون بقى؟ أيابي مو بأرض الديار، أنا كنت فاتة ولقيتهم عند الدهليز، ما بعرف بيكونوا واعين منك. لا بنتي، أنا بعمري ما وقع مني مصاري، شلون بده يوقع مني هيك مبلغ 25,000 ليرة؟ والله هذا اللي صار يابي. إيه هذا اللي صار، هذا اللي صار. أنا بالإذن يابي بدي أطلع على المدينة الجامعية، بدك شيء؟ سلامتك أبي، الله معك، لا تتأخري. ها لا إن شاء الله ما بتأخر، أرجعي على ضوء. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة يا بنتي. يابي سمعت بدنا نسلم المحل. آخ لك ابني، إذا ما سلمت المحل شلون بنحل مشاكلنا؟ يابي المهم ما تسلمه. لك يا ابني الله يرضى عليك، ديوننا صارت متلتلة، إذا ما سلمنا ما فينا نحلها. طول بعدك إلا ما لقينا حل. وشو الحل؟ هات لشوف، إذا عندك حل أعطيني إياه. هاي بدها صفنة. صون صون، لإمتى بدنا نضل عم نصون؟ لإمتى؟ لحتى تخرب الدنيا فوق راسنا؟ بدك الصراحة يا أبو صبحي ما تزعل مني، ها يعني بدك 100 سنة لتعرف تساوي الكورنيش يساوي مختار. عمي أنا لا بدي 100 سنة ولا بدي ساعة، بدي 100,000 اللي أعطيتك إياها عندي بالمحل، ويا دار ما دخلك شر. يعني راسي يا أبو صبحي، عود عود خلينا نتفاهم. أبو صبحي شرف شرف شرف، أبو صبحي شرف حبيب قلبي شرف. أهلين أبو صبحي. أهلين بالغالي. يا أهلا وسهلا، شو بدكم تاخذوا؟ أبو صبحي شو بحب تشرب؟ ما بدي شيء. طيب اثنين قهوة سادة لبين ما نروح. تكرم عليك. أهلين وسهلين. أبو صبحي الحق حق، شغل مختار لا يعلى عليه. يعني هلا بفهم من هذا الحكي، يعني ما رح تسألنا هيك بشي مناقصة عنكم بالوزارة ننحس فيها أصبعتنا؟ أبو صبحي أنت روح شوف شغل مختار، شوف الكورنيش اللي سواه خلال أسبوع، لك شوف الشغيرة اللي عندهم ما شاء الله عليه، لك أصابيعهم تلتف بذهب. شو عم تحكي انت يا روحي؟ شو عم تحكي؟ لك هاي نحن مصلحتنا من 50 سنة، يعني ورتانينا أبن عن جد؟ أبن عن جد؟ لك يا حاجي أبو صبحي حاجي، بقى شغلك كله بزاري، روح جيب صناعية مثل العالم والناس يشتغلوا معك. اسمع مني أبو صبحي، هذا اللي طلع معك روحي؟ حفر المزاييك موهبة وفن يا أبو صبحي، فن؟ شوي روحي ما فهمت عليك، حاسك رح تنبرق. كنت تحكي بالمصاري صرت تحكي بالفن؟ بس الله أيام المصاري والألف جنب الألف. عمي نحن لقمتنا على قدنا، مو مثل هذيك اللقمة اللي بتغصص. عموما جبنا مصارينا وكل واحد ياخذ قلاله. طول بالك يا ابو صبحي شباب، طول بالك، فضحتنا قدام الناس، خلاص بكره الصبح يكونوا المصاري عندك. ما حذرت، معك ساعتين، ساعتين بالعدد بكون بالمحل والمصاري بتلحقني لهنيك، والا قسما بالله العظيم بطلع لعند وزيرك وبحكي له على كل الملفات. ابو صبحي طول بالك. ها شرف عمي شرف، اجت القهوه نشربها بالافراح اذا صار عندك افراح، ورح نعتبره لهاليوم ليك وبكره رح يكون عليك. بس يعني لا حول ولا قوه، لك شو هالعلقه هاي؟ يسعد لي مساك يا ابي. لك اهلين لموش، الله يسعد لي مساك يا ابي. يا ابي فيني اطلب منك طلب؟ وليش لا، انت بتأمري. ما يأمر عليك ظالم، بصراحة أنا كتير ضايق خلقي، ورفيقتي ليلى أمها كتير مريضة فبدها تسافر لعندها عالضيعة أسبوع، تسمح لي روح معها؟ لا ما بسمح لك أمي، لأنه أنا لا تربيت ولا تعودت أنه بناتي ناموا برات البيت. بس يا بي أمها كتير مريضة. الله يعافيها، منتهينا من الموضوع أبي، نومي برات البيت ما في، ولا تتعودي العادة عيب نوم. يعني آخر مرة بتصربي مني هيك طلب، الله يرضى عليك يا أبي. قومي يا فرشتك. لما مجنونة أنت، خليك تنامي برا البيت أسبوع. إيشو فيها يا أم؟ أنا رفيقتي مريضة. يا ستة وإذا مريضة تنامي هي أنت. الله أنا بدي إياك تساعدني وأنت عم تحكي هذا الحكي، هلا عني أنت بتعن. شو صار معي؟ تأخرتي كثير علي. والله ما بعرف شو بدي أقول لك، قال ما عم تقدر تقنع أهلها.
وانا شو دخلني باهلها؟ انت قلتي لي فيك تجيبيها. ما بعرف، ما قدرت اعمل شيء، بس جلال عم يقول لي انه في عنده حل. وينه جلال؟ شوي وبيجي. بعتي لي اياه على الفيلا. انا بس ما بدي اسبب لك اي احراج. بس انت ما عم تسبب لي اي احراج، انت قطعتني بفرد مره، يعني 4 ايام وانا ما بعرف عنك شيء. كنت بدي اعرف مكانتي عندك. هلا هيك بتعرف مكانتك عندي؟ بتبعد عني؟ لو كمان حسيت انه وجودي بحياتك كثير مزعج. بالعكس. طيب انا اسف. انت شو اخبارك؟ ولا شيء، لساتني عم بشتغل على رسالة الدكتوراه. حلو. بس بدي منك شغلة. بديك لما تطلع مداهمة تاخذني معك. هلا أنا بعرف إنه هذا الشيء قانونيا ما بصير، بس أنا بدي روح معك. بصير خير. تمشي؟ أوكي بنمشي. إيه. بيتي ملكي والحمد لله، والملك لله تعالى. صدقني يا أخي مختار، هدى رح تكون بالحفظ والصون، وبيتي صاير جنب الجمعية الخيرية، لذلك رح تكون هدى عون لإلي وزخر لأعمال الخير بعون الله تعالى. عن إذنك أخي كريم لجيب القهوة بس. تفضل. هذا طالب ايد هدى بس انا ما التحت له. سأل اختك تقبرني برضاي عليك، لا تقطع بنصيبه. ماشي يا مو. الله يرضى عليك. شوفي اختي، مشان ما تقولي بيوم من الايام اني وقفت بوش نصيبك، هذا كريم ما حبيته، بس بيضل الرأي رأيك. أخي هي شايفته مناسب، أخطيتها برقبتها، خلينا نتكل على الله. طيب السكوت علامة الرضا، مثل ما بدك أختي. الله يقدم اللي فيه الخير. إيه أخي كريم، خلينا نحكي بالطبع. تفضل شري. رح نكتب لهدى 500 متقدم و500 متأخر. اوف 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 اخي مختار، لا اشكل هالتعقيد. هذا مو تعقيد يا اخ كريم، بس انا لازم اضمن حق اختي وامن عليها. الامان برب العالمين عز وجل. لا اله الا الله. طيب اخي، انت لما جوزت اخواتك ما كتبت لهم متقدم متأخر؟ بلى، بس ما عملت هيك. كان شو عملت؟ عملت 100 متقدم و100 متأخر. بعدين يا أخي مختار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مشان هيك في مجال يصيروا 100 متقدم و100 متأخر. من اين تعلمت هالحكي له؟ شباك، من وقت اللي كنت فصعون صغير وابي كان ياخذني معه على السوق، يعني انا ربيان بالسوق ربيان. بس ولا بعتها للسياره له؟ لكان له، وبكره كمان بس نفتح المكتب رح نبيع كثير سيارات. اسبح، قوم عزمنا بهالمناسبه. احلى عزيمه له، شرف. قربانه انا. اي والله هذا اللي صار. لك تقبريني ما في مشكله الا ولا حل. المهم كتب كتابك يوم الخميس الجاي. ان شاء الله الف مبروك، ان شاء الله جوازة الدهر تقبريني. الله يبارك فيك، هذا كله من دعواتك. بس يا مو ما في داعي للعرس. ما بصير بالعرس، شو هالحكي ها؟ اي والله كلها تكاليف زايده. اخوك متكفل بكل شيء، قال شو ما بدها بشتري لها. كتر خيره، يلا ان شاء الله خير. ان شاء الله.
سعاد لك تظل اختبارتيها جازي انت وبريدي اذا قلت ما فرحت وزلغطت لمين بدي زلغط خير شو صاير اتصلت فيني لما قبل شوي وقال ما قدرت تقنع أهلها أنه تسافر عشان هيك أنا كتير خايفة عليها وانتي برأيك شو؟ رح تهرب؟ تعرف نمر؟ رح قلك على شغلة هلأ أنت وقفت جنبي وعملت مني إنسانة جديدة مشان هيك كمان بدي إياك توقف حدا للمع لأنه أنا كتير خايفة عليها هي مجنونة وممكن تتصرف أي شيء وخصوصي إنه أهلها كتير محتاجين مصاري هلأ فهذا الشيء رح يحفزها تعمل أي شيء الله يخليك ما تتركها لحالها طمنيني أنت لازمك شيء هلأ؟ ما سألت لي على شغل؟ خلاص بكرة وأحلى شغل بس شو ما كان يكون ها؟ شو ما كان يكون؟ أي لا والله ما بقبل أقل من مدير عام حقك على راسي أمرك أنا لازم أمشي عندي شغل دير بالك على حالك صباح الخير سوسن سوسن إيه حبيبي تعي تفرجي حبيبي شوفي شوفي حالك هون انت عم تفردي الله تأسريني أسر الله عليك ما أجملك حبيبي أنا كتير تعبت وبدي نام أنت ما بدك تنام طبعا بدي نام بس بدي أتفرج على هاي الحفلة إذا بدك تنامي ملاكي طلعي نام الخميس الجاي كتب كتابهم؟ ايه هلأ كنت عندهم وهيك قالوا لي باركت لها لهدى ما عم بقدر صدق معقولة؟ ايه معقولة ليش مو معقولة؟ شو بكي انتي؟ ليكون في شي بينك وبين كريم؟ لا شو بده يكون في بيني وبينه يعني؟ ليش هيك عم تحكي؟ يعني كل ما بتنجاب سيرته هيك بحسك بتتكركبي
شوف الفيديو. عرفت ليش؟ عادي خال عادي. حازم، انت بدك تروح على بيت اهلك ولا على البيت؟ لا، ما بدي اروح على بيت اهلي، ضايق خلقي والبيت كله مشاكل. ايوه، يعني حلا كمان متضايقة بالبيت؟ عفوا، شو قلت؟ لا مو قصدي، يعني انا اعتبركن مثل اهلي. تعتبرنا كيف ما بدك، بس سيرة اهلي وحلا ما بتجيبون على لسانك، فهمت؟ حازم انت مو تفهم علي. فهمت عليك حازم. صحيح ولا السيارة مو انت اللي بعدها؟ كأنه الزلمة تنش. ايه، كأنه نام على القصة. ايه عايم شوفه. بس مثل ما فهمتك، سيرة حلا ما بتجيب على لسانك. امسك. مرحبا شريك. اهلين، خير؟ شوفي، بدي نسبتي من بيع السيارة. شو؟ بدي نسبتي من بيع السيارة المقصوصة. مين قال لك مقصوصة؟ انا امبارح سمعتك وانت عم تقول انه السيارة مقصوصة والله يبعث لها شي زبون غشيم ياخدها. ايوه، روح عمي روح، خود رفيقك وروح افتح مكتبك. بفكر علي يومين صرت معلم؟ يعني بدك تاكل حقي؟ لا حقك ولا شي، خود رفيقك وتفضل. بيصير خير؟ ايه بيصير. جوان، ايش في حازم؟ شرف، بطلنا. يلا ايه؟ يلا اتكلي على الله ام خليل. على عيني. الله يرضى عليكي. بدك تكتب كتابك الخميس الجاي على هدى؟ شبك يا عبير؟ ليش هيك معصبة؟ جاوبني، بدك تكتب كتابك على هدى الخميس الجاي؟ عادي واهدي وخلينا نحكي بهدوء ورواق. ما بدي لا اقعد ولا احكي، هالحكي صحيح؟ ايه صحيح. وانا؟ شبك انت؟ شو نسيت انه متزوجين يا منافق يا كذاب؟ لا تكبري بالحكي، عادي لنفهم ولا تنسي انك مرتي. انت واحد نسوانجي وحقير. قلتلك لا تكبري بالحكي، بضربك. ها، بدك تاكل بعقل حلاوة للمخلوقة؟ لك ما صار لك بتعرفها كم يوم، صرت بدك تتجوزها؟ عبير، انت متوترة كتير. عادي واهدي وخلينا نحكي. شو بدك تعمل يعني؟ بدك تتزوجنا نحن التنتين وتخلينا نقعد مع مرتك؟ بدك عم قلك خلاص بقى عادي. شو صار لك العمى؟ ما صار لي شي، بس انضحك علي وانخرب بيتي. خلص عبير، خلص اهدي اهدي، رح نحل كل شيء. اهدي، هن كلمتين ما في غيرهم. شوف، يا بتنهي مهزلتك هي، يا اما قسما بالله بتشوف شيء بحياتك ما شفته. رح افضحك قدام كل العالم، وانت تعرف شو يعني افضحك قدام كل العالم. يا ميت، اهلين وسهلين بالمعلم مختار. والله بالمهلي يا ابو محمود، بالمهلي. اخي، انا جاي احكي معك جوز كلام وبدي اياك تسمعه مني منيح. خير؟ الله يجعلك بخير. انت يا ابو محمود تعبت كثير بحياتك،
تأهرمت وشقيت وصار الواجب انك ترتاح. بعمقول لحالي يعني ليش ما بتخلي ابنك وائل يشتغل بدالك بالمحل؟ ما شاء الله صار شاب وبيقدر يشيل الشغل كله. شو راح شكاني لك؟ لا لا ما بتقدر تقول اشتكى، فش خلقه يعني، بس انا لقيت انه الحق معه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يسلموا الايدين يا بنتي. صحة وهنا. يسلموا بابا يسلموا. ما شاء الله كبروا الاولاد، كبروا يا ابو محمود. صحة وهنا. كبروا كبرونا معهم. ما بعرف شلون هالعمر هرب من بين ايدينا. يا سيدي. اهلين عبير، تفضلي. تفضلي. كريمة بيسألك، هاشم موجود؟ لا، هاشم بالدوام. مطول ليجي؟ يعني ما له وقت. خير في شي؟ صاير معك شي؟ اشتقت لك كثير. دايماً اشتقت لي. بتعرف قديش بحبك أنا. لك آخ مني، آخ. خذي هدول أعطيهم لأمك. شكراً كثير. الله يحميك يا رب يخلي لي إياك. أنا رايح هلا. بتعرفي إذا بتفتحي الباب أو بتطلعي لبرا؟ هالمرة راسك رح كسره. لا أكيد ما رح أعمل هيك. بدك شي؟ سلامتك. رح ترجع تنام عندي اليوم؟ ما بعرف. حاول. رح حاول. يلا باي. باي. زين مو عاجبني وضعي. لو سمحتي لما تركيني شوي بالله. صاير معك شيء؟ لا ما في شيء. طيب مثل ما بدك. بس النور تقبرين لي. بنتك كسرت لي رجلي. ليش هالشركة كلياته؟ شو ليش؟ لسه ناقصني كتير. شوفي عروسه بدها تفرح بحالها. ها هالطقة يا مو بنتك ذوقها صعب، ما خلت واعة مشرشحة بالسوق ما جابتها. هلا أخوكي ناقصه يعني مصاريف؟ أمي خليني مبسوطة. ها أرجيها. شو جبتي لأمك؟ أرجيها لشو؟ رح أرجيها. شو كريمة خالد ما إجا؟ لا خالد بعده بالشغل.
هاشم، اجت عبير وقال عاوزتك بشغل ضروري. طيب انا واصل لعندهم شوي. لا، بدي تشوفك لحالك. لحالي؟ ايه، خليها تشوفني اذا قدرت. معناتها ايه، مثل ما عم قلكن انا بدي اهرب. مجنونة انتي؟ بدك تهربي وتتركي بيت اهلك؟ يا ستي ايه مجنونة، بدي اخذ فرصتي بالحياة. وبهالطريقة بدك تاخدي فرصتك انك تخربي بيت اهلي؟ ولك انتو ليش ما عم تفهموا علي؟ انا ما عم بقدر اتحمل عيش هيك، ما عم بقدر اتحمل. حبيبتي انسي طموحاتك هي وانسي قصة عروض الازياء كلها احسن لك. هاد اللي طلع معي؟ ايه. لا يا ستي انا بدي سافر. ماشي مثل ما بدكن. يحدك ستي لجهنم ان شاء الله. شو هجبي هيدي؟ خلي عنا يا عن سلمة. نعم. أنا النقيب نمر من الأمن الجنائي. إيه بس أنا ماني عاملة شيء. بعرف، لا تخافي، أنا بس بدي أقعد أنا وياك ونشرب فنجان قهوة سوا إذا بتريدي. خير شو في؟ لا ما في شيء، يعني حابب دردش معك كلمتين، في مشكلة؟ لا أبدا، بس تأخر الوقت هلأ. إيه مزبوط معك حق، خليها بكرة لكان. رقم تليفونك معي، بحكي معك ونتوعد إن شاء الله. طيب أوكي. لا لا من هون. إيه عفوا. راموله ساعديها، بتضل رفيقتك. حاجتك جنان انت التانية، ها وبقى تجيبي لي سيرتها. والله العظيم اذا بتجيبي لي سيرتها مرة تانية لحرمك حالك. ايه تصطف لي، انا قايمة اعمل عشاء. لا تحسب حسابي بدي نام. من هلأ بدك تنامي؟ لك شو بدك فيني؟ اي ليه؟ ايه تصطف لي. شو هالمجانين هدول؟ ناقصني انا، انا ناقصني جنان. يا الله وين انا، وين الله حيططني. اهلا اهلا، أهلين يا هالة. لا ولا شيء. طيب بمرق بمرق، جاهزي القهوة. يلا سلام، يلا سلام سلام. شو خير المرة؟ ولا طالع مشوار. شو طالع مشوار؟ ما عم تقعد بالإدارة شبك هاشم؟ خلاص إذا قدرت برجع، كل الأحوال بحكي معك. لا تنسى. سهلة تفضل. الحقيقة ما كنت ناوي اجي. ها بحق لك تتدلل قبل ما نقعد. شو بتحب تشرب؟ اي شيء. كاس؟ يا سلام. حلو بيتك. مقدم ودافي. خيي خالي، يعني بدك ما تاخذني وتزعل مني بهالكلمة. انت ليش بتحب وحدي ما بتحبك؟ صرعت مخي صراع، اطرقت وقرق. مشتهي شي مرة اقعد قاعد انا وياك وندردش شي قصة من دون ما تفتح لي قصة. شباك شباك لك زي هلا انا صرت بحب واحدة ما بتحبني؟ ايه. شوف حالك كيف بتموت على ماسة بنت المعلي. انا؟ ايه انت. انا بموت على ماسة بنت المعلي؟ ايه بتحبها زي شو يعني؟
فلا تقلي انا بحب وحده ما بتحبني. انا كل القصه اني صرت خايف على لمى. لا عاد تخاف عليها ولا عاد تهتم فيها، لانه هي لا انا خايفه عليك ولا انا مهتمه فيك. بعدين لا تفكر لما مو عرفانه شو عم تعمل. معقول هي عرفانه شو عم تعمل؟ طبعا معقول، وليش مو معقول؟ لا ولا شيء، بس يعني مستغرب انا، يعني لا اخلاقها هيك ولا تربيتها. لك زيدو معقول بني ادم بس ليكبر بصير ما بيقدر يحس اذا الشيء اللي عم يعمله غلط؟ لك يا خيي عم قل لك لما عرفاني شو عم تعمل. بعدين لما بنت طموحاتها كتير عالية، ما انا مثل باقي البنات. ما عم صدق. طيب اهلها شو رح يعملوا اذا عرفوا؟ هاي لا تتحشخش معك فيه، ما دخل عليك البنت، لا بتهمك لا من قريب ولا من بعيد. كيف ما بتهمني؟ البنت على القليلة بنت حارتي. خلاص ولو روح اعمل اللي بدك يا اللي بيريحك، وروح زد حالك تحت قطار تحت دولاب تريزيني اللي بدك يا انا بدي نام. تصبح على خير. سلام. الله معك. طلعت الموافقة؟ طلعت. والله اسمعي مني بقى لك هالروحة. لا ما فيني، لازم تكون رسالة الدكتوراه مبنية على احصائيات وحقائق. ليش عم تضحك؟ لا ما في شيء، بس بكره بعد ما تعملي احصائياتك الدقيقة ابي قابليني ونحكي. ايه طبعا اكيد رح نحكي، واكيد رح احقق حلمي. امين اللهم امين. بس ما في داعي للمسخرة يعني. شبك؟ اسمعني هاشم، بيني وبينك ما حيصير شيء إلا بحالة وحدة، الحالة الشرعية، الزواج. يعني انت مو عاملتيها قبل؟ ما دخلك إذا عاملتها ولا لا، ما دخلك إذا كان في بحياتي حدا أو لا. يعني أنا تحديدا؟ أنت تحديدا، لأنك بتشوف كل النسوان بمنظار واحد. هاشم إذا بدك تعيش اطلع من اللي أنت فيه. سماح، خير؟ شو مفيك وليش قاعدة عندك؟ سماح، من زمان ما ناديتني بهالاسم. انت بعدت كتير كتير كتير. شو هالحكي هاد؟ ليكني جنبك. قومي نامي، قومي قومي، انا ما بقدر ضل سهران لانه بكرة عندي شغل. قومي تحركي يلا. شوف هلا بلحقك. لا تطولي. Thank you.
حكيتيها لعبير؟ ايه اتصلت فيها طلعت لي لما قالت لي عبير نايمة. طب بس تخبرك خبريني. حاضر. وينه خالد؟ خالد نام بالورشة مبارح. بدك شي؟ ما بدك تشرب القهوة قبل ما تروح؟ لا. يا مو انت تركي هدى تعمل اللي بدها اياه، تشتري اللي بدها اياه. لك تقبرني اشتريت كل شيء، ما ضل شيء بنفسها الا اشتريته. لك يا مو عمره ما حدا يلا تشتري شو ما بدها. إيه بس صهرك لهلا ما جاب ملبوس البدا ولا راح يجيب. شو عم تحكي انت؟ لا عمي عم بمزح معي. مختار ليكون بتعرف شيء ومخبي علي. ها لا ما بعرف. مرحبا تيتي. أهلين حبيبتي. جاهز بابيتو؟ يلا حبيبتي يلا. يلا. خاطرك يا مو. الله يرضى عليك تقبرني. مع السلامة. الدني بس كوني انت الشام وتعلقي نص القلب ع شكلها شامي وعاهد هادئ نبض القلب توعدني وبتنام وبيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي وبيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي لو كنت انت الدنيا رح اكون مثل الشام بتعلق بنص القلب عشكلها شامي وبتعلق بنص القلب عشكلها شامي عاهد هدت نبض القلب توعدني وبتنام بيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي بيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي لما الغمام يزيح القلب مركب حن والعشق ميناء القلب مركب حن والعشق ميناء ورح كون مين الحب ترتب الأحلام
رح توزن موتار القالب تا تقدر